في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، أطلق مأمور أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مبادرة تهدف إلى توزيع عبوات غذائية على الأهالي من محدودي الدخل بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. في إطار المشاركة المجتمعية لوزارة الداخلية وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، أطلق مأمور الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وتوصيل المواد الغذائية لهم بأماكن تواجدهم. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير يا رب، وتعودوا له بخير وانت طيب وأولادكم طيبين وعيالكم طيبين وشعب مصر كله طيب. احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير انتوا والريس والشعب المبارك ان شاء الله. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عدية وأدي المسؤولية. سنة طيب يا سيسي. مش محتاجة أي حاجة؟ مع السلامة. ربنا يخليك يا حاج. هو إيه في الدنيا أغلى من مصر عندي؟ كل سنة وأنت طيب على دعمنا لينا، كل سنة وهو طيب في شهر رمضان. وشرطة قوية في ظهرنا. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عدية وأدي. توزيع هذه العبوات يتم من خلال مأمور الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديريات الأمن يتوجهون مباشرة لتسليمها لهم كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة، والتي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. تعال عليكم ألف ألف خير يا سلام. الله يديك الصحة حبيبي. أشكر وزارة الداخلية اللي هي فاكرانا وفاكرة الناس البسيطة والناس اللي في الهوى ويجونا وافتكرونا بحاجة رمضان. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد دي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة طيب بمناسبة رمضان. السيد المأمور جاني واداني كرتونة رمضان. شكرا لسيادتك يا رئيس، وكل عام والشعب المصري كله بصحة وسلام. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وخليك لنا كل سنة وانتم طيبين. أشاد المواطنون المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية وتؤثر على أسعار السلع المختلفة. دي سيادة الرئيس. ربنا يخلي راسنا يا رب حاجة، النبي يخلي يطفي عمره. وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان، وبلدي جه التاريخ من بعدها. وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فاكرة هادي كانت زمان، وبلدي جه التاريخ من بعدها. وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. وعيش حرة يا قوافي الإنسانية لوزارة الداخلية محملة بالخير مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ترسم فرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. كل سنة طيبين ورمضان كريم لكل الناس، ونشكر الشرطة. وشرطة قوية في ظهرنا. يا مصر يا اللي شمسك. كناش متخيلين ان سعاده الرئيس افتكرنا في الاماكن دي، وكل سنه ومصر كلها بخير وشعبها واهلها وكله بخير. كل سنه وانتم طيبين، والله يبارك لنا الله فيكم ويبارك في السيسي ويكفيكم شر خطاها وبلاها، وتعودوا لها بخير يا رب. دي كانت زمان، وبلدي جه التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. كلنا
كلنا واحد مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية بهدف تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين، وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى توزيع بوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.